حول الموضوع ينضمنا مباشرة عبر السكايب من الحسكة السيد كينو كبرئيل، عضو القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية. سيد كينو، مساء الخير، أهلا بك معنا. يعني آخر تطورات على الأرض من خلال مختلف المحاور، نتحدث عن تحرير 4 أحياء بشكل كامل، لكن خلال ربما اليومين الماضيين ماذا جرى بالتحديد؟ أي تطورات عسكرية على الأرض؟ أي مناطق أو أي نقاط أخرى استطعتم تحريرها؟ وماذا يجري على المحاور، محاور العمليات؟ مساء النور، اهلا وسهلا بكم. طبعا من ناحيه العمليات العسكريه التي تقوم بها قوات سوريا الديمقراطيه مدعومه بقوات التحالف الدولي، تمكنت كما جاء في البيان الذي اصدرناه من تحرير كامل ل4 أحياء من المدينه من الناحيه الشرقيه ومن الناحيه الغربيه. اضافه الى هذا ان العمليات مستمره حاليا في اكثر من 4 أحياء اخرى، منها حطين، منها البريد، ومنها الصناعة وغيرها، طبعا في محيط في كامل محيط المناطق التي نسيطر عليها سواء داخل المدينة أو خارجها. على هذا الأساس فإن قواتنا تتقدم كما قلنا في البداية بشكل شبه بطيء أو بطيء نسبيا من أجل ضمان كامل للعمليات والنجاح فيها بشكل صحيح. نعم. على أساس الإمكانية أو زيادة إمكانية حماية المدنيين وفتح المجال أمامهم من أجل الهرب والخروج من المناطق التي طيب. يسيطر عليها نقطة المدنيين داعش. سأعود إليها، لكن دعني أيضا نعرج على موضوع خسارات داعش. الخبر قبل قليل تحدث عن قتلى، عدد من القتلى في صفوف داعش خلال 10 أيام الماضية. الخسارات الأخرى، يعني إن كان القتلى أو خسارات على الأرض أو خسارات ربما حتى في الأسلحة والعتاد إذا ما استطعتم الحصول عليه. طبعا هناك عدد كبير من القتلى، ربما حتى أكثر مما أصدرناه في بياننا. هذا الموضوع يعود إلى العمليات العسكرية التي نقوم بها بشكل واسع وبشكل أساسي، أيضا إلى الضربات الجوية التي يقوم بها طيران التحالف الدولي والتي لا نستطيع بشكل كامل 100% من إحصاء الضحايا التي يخسرها داعش في هذه العمليات. عليه أن قواتنا في الأعمال التي تقوم بها والتقدمات التي تقوم بها تمكنت إضافة إلى القتلى والخسارة التي أكبتتها داعش من ناحية الأرواح إلى السيطرة على عدد كبير من الأسلحة والعتاد والمعدات التي كانت تستعملها داعش ضدنا، بالإضافة إلى تدمير قسم كبير منها. أيضا تم كما ذكرنا سابقا من كشف عدد كبير من النواحي اللوجستية التي يتم استعمالها من قبل داعش، سواء من ناحية الأنفاق والمقاطعات التي يستعملها داخل المدينة من أجل الحركة بين الأحياء المختلفة، وهذا كما قلنا سابقا أيضا يصعب علينا العمل في تنشيط المنطقة. قلت بأنه يعني المعركة تسير ببطء لإتاحة فرصة للمدنيين، وهي نوع من حماية المدنيين. التقرير قبل قليل تحدث بأنه داعش يدس انتحاريين بين المدنيين الذين يحاولون الهروب من الرقة، يستخدمهم كدروع بشرية. أنتم كقوة طبعا نعلم بأنه لديكم هدف أنه التقدم على الأرض وتحرير الرقة من داعش، لكن أيضا ربما المسؤولية الملقاة عليكم تجاه المدنيين، تجاه مساعدتهم وتساعدة الهاربين، مساعدة النازحين، توفير لهم ممر آمن مثلا أو توفير لهم إلى أين يتجهون. هذا صحيح، طبعا ليست المرة الأولى التي يتم فيها استخدام المدنيين من قبل داعش كدروع بشرية، أو حتى كما جاء في تقريركم من استعمال المدنيين كغطاء للانتحاريين من أجل الوصول إلى قواتنا وتفجير أنفسهم هناك. طبعا خلال حملة تحرير الرقة عشنا هذا الأمر عدة مرات وبشكل أساسي، حتى في القرى والأرياف التي كان يسيطر عليها داعش في المناطق المحيطة بالرقة، أو حتى في حملات أخرى تم استعمال هذا الموضوع بشكل كبير من قبل داعش. عليه فإننا نحاول جاهدين من خلال التواصل الذي لدينا والمعلومات التي تصلنا أو الأخبار التي نحن نقولها إلى المدنيين من خلال قنوات مختلفة، منها قنوات راديوية، منها المناشير التي يتم إلقاؤها وغيرها من الوسائل التي نستعملها من أجل الوصول للمدنيين، من أجل تقديم الخطوات والوسائل الممكنة لهم للابتعاد عن مناطق سيطرة داعش والوصول الآمن إلى قواتنا. في حالات مختلفة حصلت داخل المدينة، أعتقد كان لقواتنا دور كبير في تقديم التغطية النارية
للمدنيين نعم أو نعم لمجموعات حتى كبيرة من المدنيين نعم الذين كانوا يريدون الوصول إلى قواتنا والهروب من ظلم وبطش داعش. شكرا لك سيد كينو كبرئيل عضو القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية، كنت معنا عبر سكايب مباشرة من الحسكة، شكرا لك.